ازيك يا عمي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كورسان طيبين. هنبدأ بإذن الله حل كتاب المعاصر أولى إعدادي المنهج الجديد، تمام؟ من أول صفحة، صفحة 14 14. يلا بسم الله نحل ايه الأربع أسئلة دول. We can do many activities in summer. هنعمل أنشطة كتير in summer. ايه؟ طيب tiring يعني مرهق، حاجة مرهقة. coach يعني كابتن، tournament اللي هي مسابقة أو اللي هي الدوري، تمام؟ workshop طبعا محل، ومال summer vacation اللي هي اجازة الصيف، يبقى طبعا اول واحدة معايا summer vacation، تمام؟ طيب my dad works in a near our house. والدي بيعمل فين؟ طبعا workshop قلنا محل، بيعمل في محل، تمام؟ طيب بعد كده it's to stay up too late every night. طبعا حاجة مرهقة ان احنا نفضل سهرانين كل يوم، يبقى it's tiring. يبقى it's tiring، تمام؟ طب بعد كده our team took part in a football last year. طبعا football tournament اللي هو دوري كرة القدم، تمام؟ تعال نشوف الصفحة اللي بعد كده. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونعمل سبسكرايب للقناة عشان تدعموا القناة. يلا عندي صفحة 16. we add a suffix. طبعا يا شباب suffix اللي مش عارف يعني اللي هي ايه؟ نهاية، تمام؟ prefix اللي هي البداية. طيب عشان بغير معنى الكلمة، طب انا عايزه اجيب النون من الفيرب lead، تمام؟ يبقى طبعا احط لها ايه؟ er عشان تبقى leader اللي هو قائد، اوكي؟ طيب the suffix changes a the word talent. عايزه suffix نهايه بتغير كلمه ايه؟ talent into adjective لايه؟ لصفه، تمام؟ يبقى طبعا talented موهوب، اوكي؟ طيب the opposite of the word save. opposite اللي هو ايه شباب؟ اللي هو المضاد. احنا واحدة واحدة بنفهم مع بعض. of the word save. save يعني امن. يبقى amazing لأ، رائع لأ، tiring مرهق لأ، modern حديث برضو لأ، يبقى dangerous حاجة امنة، مضادها حاجة خطيرة، تمام؟ طيب the synonym of the word strange. strange يعني غريب، حاجة غريبة. عايزة المعنى الحاجة غريبة normal طبيعية؟ لا، synonym قلنا يعني معنى، synonym اللي هو معنى. ممكن اشيله قول the same meaning، نفس الكلام نفس المعنى، اوكي؟ unusual أو strange هي unusual، حاجة غير عادية، اوكي؟ طيب تعال نشوف الايه الصفحة عندي بعد كده، نحلها ايه؟ صفحة 22. طيب بسم الله. can you how life is a in space is. طيب بقول له can you make، هتعمل الحياة في السبيس. البيس هنا اللي هو الايه؟ الفضاء. join تنضم اكيد لا. imagine يبقى can you imagine how life in space is. بقول له هل تقدر تتخيل ازاي الحياة هتكون في الفضاء. طيب بعد كده the trained a the football team. درب الايه؟ فريق كرة القدم. well before the final match. قبل الايه؟ الماتش النهائي. يبقى طبعا the coach، اوكي؟ بعد كده he is a basketball player. he always wins and score many goals. هو دايما ايه؟ بيربح وبيحقق اهداف كتير. يبقى طبعا talented اللي هي كلمة موهوب. lazy يعني كسول. tired يعني مرهق. slow يعني بطيء. وخلي بالكم ان منهج اولى اعدادي منهج جميل جدا وتغييره كان فيه اضافات كويسة، تمام؟ بس في كم خطأ في الكتاب يعني. we have a lot of free time for activities on our. احنا عندنا ايه؟ free time وقت فراغ في ايه؟ our طبعا vacation، تمام؟ work عندنا وقت فراغ في العمل. sound في الصوت اكيد في vacation في اللي هو الاجازة، تمام؟ طيب I use a colorful to wrap. wrap يعني يغلق. the is a present for a my mom's birthday. طبعا انا محتاج a colorful rubber. rubber اللي هو الايه؟ الغلاف، غلاف ملون. project مشروع. story قصة. player لاعب. كل ده ما تنفعش، تمام؟ طيب بعد كده how many goals did عمر in the tournament. tournament اللي هو الايه؟ المسابقة او الدوري طبعا. يبقى how many goals did عمر score. حقق واحذر احرزه، تمام؟ طيب رقم 7 I had to. طبعا ده كده معناه student book، يعني السؤال ده مهم جدا ممكن يجي في الامتحان. I had to my writing to make a sure that there were no mistakes. عشان اتأكد ان مفيش اي اخطاء. يبقى imagine اتخيل كتابتي ولا give up يستسلم ولا check
اكيد تشيك يتفحص الكتابة، يعني اعيد قراءتها افحصها تاني. تمام. طيب Elsa notes problems and made changes to them. طبعا كلمة problems مشكلات، دايما تاخد معاها ايه؟ solve problems. تمام. طيب the doctor's job، وظيفة الدكتور is، but it's very important for the our community او for the community، مهمة جدا للمجتمع. طبعا هي مرهقة is tiring لكنها مهمة للمجتمع، اكيد هي مش bad، مش سيئة، مش غريبة strange، ومش مش nervous يعني ايه عصبي. اوكي. طيب you should use a strong password to stay، لازم ان انت تستخدم ايه strong password to stay safe online عشان تبقى امن وانت online. اوكي. طيب بعد كده صفحة 23 23 who is the funnest in your family، my younger brother، funnest member، عايز اقول اكتر شخص يعني funny كده في العيلة يبقى member. ماشي. طيب my favorite on a vacation، vacation دي اللي هي الأجازة، is to volunteer at community garden، ان انا اتطوع في community garden، يبقى ده a favorite activity يعني ال activity النشاط المفضل بتاعي. we should say things to to help and support people to continue working، يبقى طبعا we should say positive things، احنا المفروض نقول حاجات إيجابية للناس عشان نساعدها وندعمها، مش نيجاتيف، مش حاجات سلبية، مش باد، مش حاجات سيئة أو unkind، غير ودودة. تمام. طيب بعد كده بيقولك don't give، you are doing a great job، يبقى طبعا don't give up، لا تستسلم، don't give up. طيب we were happy to part in interesting school project، طبعا take part in، we were happy in to take part in يعني يشارك فيه. تمام. هي اسمها take part in، يشارك فيه. طيب احمد didn't drink coffee، احمد مش بيشرب كافي، he drank juice instead، instead يعني بدلا منه. تمام. instead of لازم يجي بعدها مفعول، يعني معنى الكلام اللي هي ما بتجيش في اخر الكلام، instead بتيجي في اخر الجملة، لان instead of برضو معناها بدلا منه بس بيجي بعدها مفعول، لكن instead بتيجي في اخر الجملة برضو معناها بدلا منه بس مش بيجي بعدها اي حاجة. تمام. طيب تعالوا بعد كده صفحة 26 هننزل بإذن الله شرح الفيديو، سوري شرح القاعدة، وهو سهل ومشروح قبل كده بس برضو هنأكد عليه. طيب Elsa the leader of the group just that got bigger over the summer. طيب Elsa هنا يا شباب، خلي بالكوا ان هنا got، يبقى ده الجملة فين؟ في الماضي. طبعا الزمن هنا عندي ايه؟ ماضي بسيط. طيب انا عايزة اقول ان هي كانت الليدر، يبقى إلسا دي مفرد، verb to be يبقى طبعا was، ده زمن الماضي البسيط واخدينه قبل كده، يبقى بدل am و is و are ماضيهم was و were. اوكي. طيب what you do last summer، انا عندي كلمة last، يبقى كلمة بتدل على الماضي البسيط، يبقى what did you do، ماذا فعلت الايه الاجازة او الصيف اللي فات. two months، ها two months ago اللي بيجي قبلها مدة زمنية ago، لكن next بيجي بعدها مدة زمنية، بعدين next اصلا معناها التالي. تمام. last برضو بيجي بعدها مدة زمنية، for والمدة الزمنية. طيب did you، بعد did لازم يجي الفعل في المصدر، بعد did لازم يجي الفعل في المصدر، يبقى ايه did you do. okay my dad made toys and I okay made جت في الماضي، يبقى I helped him، انا ساعدته، يبقى هو كان بيعمل toys في الماضي وانا ساعدته برضو في الماضي. تمام. طيب the coach said I and talented football a player، طبعا I was، انا كنت، I was بتيجي مع ايه؟ مع I و he و she و it، I و he و she و it. تمام. the verb to be. طيب بعد كده who this a delicious apple pie last night I liked it، يبقى who طبعا بيقولك هنا last night، last night يبقى الجملة دي بتعبر عن الماضي، يبقى who made، who made. okay all the streets busy yesterday after the match، عايز اقول كل الشوارع، الشوارع كانت، كانت يبقى ده verb to be. تمام. verb to be طبعا مع الجمع يبقى where، all the streets were busy. okay بعد كده he to the club but he didn't play football،
ماشي did انت في الماضي تمام، يبقى he went to the club. اوكي بعد كده she wins a the game also she trained hard، يبقى she ايه didn't ها win the game. طب ليه didn't؟ لان هنا trained في الماضي، طالما عندي جملة في الماضي يبقى ده زمن ماضي بسيط. طيب last summer اهي واضحة، اهي كلمة من الكلمات الدالة على الماضي البسيط was great I، يبقى I played على طول ماشي ماضي بسيط، يبقى التصريف التاني للفعل. what did you، بعد did لازم يجي الفعل فين؟ في المصدر، يبقى what did you learn. تمام طيب my grandma in her garden last Friday، اهي كلمة بتدل على الماضي البسيط last Friday، يبقى I helped. اوكي طيب I didn't، بعد didn't بيجي الفعل فين في المصدر؟ يبقى I didn't want. ماشي بعد فا ايه بعد didn't فعل في المصدر. لو انتم مستفيدين من الفيديو ما ننساش نكتب كومنتس وندعم القناة بسبسكرايب. طيب there 12 of us who cleaned up our street last week، طب انا عندي last week يبقى ده ماضي بسيط. طيب يبقى there ايه 12 of us، طبعا ده رقم يبقى جمع، يبقى they were، بعد كده هكتبهم عشان الخط. طيب I two goals in last match، last برضو الماضي يبقى ده ماضي بسيط يبقى scored. okay طيب you like volunteering yes I did، يبقى طبعا جاوبت ب did يبقى did you like volunteering، هل بتحب التطوع. طيب when did you، did بيجي بعدها فعل فين في المصدر؟ يبقى join، when did you join. طيب they give up so they won كلمة في الماضي البسيط يبقى they didn't give up. okay they didn't give up. طيب بعد كده رقم 10 did they ready for the ASA exam. طيب ready يبقى انا عايزة verb to be، لان انا بسأل عن صفة ما بسألش عن فعل، انا بسأل عن did لازم يجي بعدها فعل، يبقى where they ready، هل هما ايه مستعدين. تمام طيب تعالوا نرتب الجمل دي. اوكي okay. I ماشي ادي كده فعل، فين الفعل؟ visited. visited ايه فين المفعول؟ the museum، قال ايه المتحف؟ the museum. yesterday الظرف في الاخر، ظرف ايه؟ الزمان. تمام طيب عندي تكوين السؤال، يبقى where اداة استفهام، فين الفعل المساعد؟ يبقى where did، ها فين الفعل؟ you go، بعدين الفعل last weekend، last weekend. تمام طيب ده هنا ايه سؤال بهل، يبقى did اول حاجة، فين الفعل؟ he did he، فين الفعل؟ make. اوكي عشان عندي did فعل في المصدر، did he make اوكي a poster، عمل ايه poster about his activities، عن الايه نشاطات بتاعته، يبقى about poster about his activities. تمام طيب بعد كده عندي جملة في الماضي يبقى they، عايزة انفي يبقى didn't، وبعدين فعل في المصدر يبقى they didn't win the tournament. ماشي ما كسبوش المسابقة. اوكي طيب تعالوا صفحة 28، عندي دايلوج انا حلاه عشان ايه اعرف اشرحه كده. اوكي أشرف and وليد are talking about their summer vacation. أشرف ووليد طبعا لازم أقرأ السؤال وأقرأ الديالوج الأول كله على بعضه عشان أفهم هو عايز إيه، لأن أحيانا بيبقى في إجابات مكتوبة. تمام أشرف and وليد are talking about a their summer vacation، بيتكلموا عن أجازة الصيف بتاعتهم. How was your summer vacation وليد؟ أخبار إيه أجازة الصيف كانت عاملة إزاي؟ It was great، كانت رائعة، يبقى أنا جاوبت هنا It was great. What about you؟ انت بقى عملت ايه؟ ماذا عنك؟ It was great too، كانت رائعة ايضا. يبقى انا جبت دي من هنا لان هو قالي too، يبقى معنى الكلام ده ان هو قال نفس الجملة. تمام طيب بعدين سأله سؤال، قال له I took part in a project، يبقى what did you do؟ عملت ايه؟ قال له انا شاركت في ايه؟ في مشروع. اوكي طيب بعدين سأله ايه؟ سأله سؤال، قال له it was about writing stories using IE اللي هو artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي. تمام يبقى what was it about، كانت عن ايه المشروع ده، كان عن ايه، what was it about. ماشي it was about writing stories using ايه
ال AI. Can I A can AI write good stories؟ هل كتب ايه قصص كويسة جيدة؟ Yes it can. Great، رائع. Do you have to check the stories؟ Yes I do. Sometimes three are a few mistakes. يوجد أخطاء قليلة. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بعد كده. Last summer I did something really fun. الأجازة اللي فاتت أنا عملت حاجة رائعة جدا. I took part in. أنا إيه شاركت في إيه؟ طبعا مش هتنفع غير project، شاركت في مشروع. Where young people write stories using AI، استخدموا artificial intelligence، الذكاء الاصطناعي. Because computers write them. We had to check A to make sure that there A were no mistakes. نتأكد إن مفيش أخطاء in them. Before I started I no. Okay. طبعا I didn't know. لأن ما تنفعش أي حاجة غير didn't. يبقى هنا معايا didn't know. ما كنتش أعرف. ها. That AI can write really a good stories. You imagine that only people can write stories, but AI can give a helping hand. Most of the stories I read fine. طبعا ايه مش were fine. معظم الايه القصة اللي انا قرأتها كانت رائعة، كانت جيدة. ماشي، يبقى were fine، يبقى دي رقم 3. تمام. But sometimes I found something strange in the a one of them. For example there was one. Okay. Where the A one and عندي story male. Where the sun never sets at night. Okay. يبقى طبعا one story D4. طيب تعالوا بعد كده نشوف لي choose who the winning goals. Yesterday قال لك أحمد علي. ماشي، يبقى who scored. ليه scored؟ عشان هنا بيقول لك yesterday، جملة في الماضي. طيب he writing stories when he was 12، لما كان عنده 12 سنة. طبعا عندي was، يبقى started ماضي برضو بسيط. تمام. طيب تعال نشوف بعد كده صفحة 29. علي is our، he lives in house number 9 in our street. عايش ايه في منزل رقم 9 في الشارع بتاعنا، يبقى طبعا neighbor جارنا، طالما عايش في الشارع بتاعنا. We bike up there، التقطنا ايه and took it to recycle center، ووديناها لإيه مركز إعادة تدوير، يبقى طبعا إيه letter. تمام. طيب I feel when I have a math test it's very worrying، مقلق جدا، يبقى طبعا I feel nervous، أشعر بالإيه بالتوتر. okay. Students should do useful، الطلاب لازم إنهم يعملوا useful إيه in their free time، طبعا useful activities أنشطة مهمة، أنشطة مفيدة. تمام. طيب it is not to a to cut the a watermelon without a knife، طبعا it's not possible، مش من الايه من الممكن ان انت تقطع بطيخه من غير نايف. نايف يعني ايه شباب؟ يعني سكينه. نايف يعني سكينه. طيب بعد كده can you your younger brother how to read english، طبعا can you teach، هل تقدر تعلم اخوك الصغير ازاي يقرا english. imagine يعني يتخيل، وين يعني يفوز، score يعني يحرز. طبعا ما ينفعش ابدا احل من غير ما اكون حافظه الكلمات بتاعتي كويس جدا. تمام، عشان اقدر اترجم كل ده. طيب he go to the beach last summer، طبعا last جمله في الماضي، يبقى he didn't. تمام، بين في go بين في فعل didn't. ها. eight teams joined the a sports tournament، دوري ايه الالعاب الرياضيه. طيب بعد كده did you notice that there، طيب notice يبقى ده فين في الماضي، يبقى there was، هل هناك there was. okay. a new student طالب جديد، يبقى طبعا مفرد في الماضي يبقى was. طيب we not watch، مفيش حاجة اسمها not watch، لازم انفي في الماضي عشان yesterday، يبقى didn't watch. تمام. بعد كده when did you، عشان this morning، get up a this morning، يبقى did you. a lot of people okay like last week، يبقى came طبعا الماضي من ايه من come came. تمام. ده كده يا شباب الدرس الاول والتاني. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان نوصل القناة ل 10,000 مشترك، وبالتوفيق يا رب.